مرحبا، كيف حالكم؟ قبل فترة فتحت باب الأسئلة على الإنستغرام وبعرف تأخرت عليكم شوي، بس فيديو اليوم رح يكون مفيد لكم بإذن الله. شعري كيرلي، عادي أتحمم كل يوم؟ الحمام اليومي مؤذي للشعر لأنه بيتعرض أكثر للكيماويات، حتى لو المنتجات اللي بتستخدميها مكوناتها ممتازة ما بيعني هذا الشيء أنه عادي نستخدمها كل يوم. غالباً رح تواجهي مشكلة مع الجفاف وممكن يصير مشاكل لفروة الرأس. تبدأ الفروة تفرز الزيوت بكميات أكبر مع الاستحمام اليومي، وهاي طريقة الشعر في حمايته، بضاعف إفراز الزيوت عشان يبعد الجفاف، فبينتهي الموضوع بفروة بتفرز الزيوت زيادة عن الطبيعي وشعر جاف. حممي جسمك بشكل يومي، بس شعرك ما رح يحتاج تحمميه أكثر من 3 مرات في الأسبوع كحد أقصى. منتجات البروتين رح تساعدك، بس الأفضل تقصي شعرك المتقصف وتركزي على عنايتك بالشعر الكويس، لأنه الشعر المتقصف رح يغلبك كتير واحتمال ما يرجع إذا التقصف كان شديد. الروتين اللي إحنا بنتبعه والتصفيف وكل هاي الخطوات هدفها إبراز التموجات الموجودة في الشعر عشان تكون مرتبة وبدون نفشة. إذا شعرك ستريت وما فيه نفشة، يعني ما في تموجات، فما بنقدر نخليه كيرلي. كل أنواع الشعر حلوة، أعرفي نوع شعرك وتعاملي معه صح ليكون بأفضل حالاته. هذا الهدف من التصفيف بعد الاستحمام، بنحاول نحد من النفشة قد ما بنقدر، مع أنه وجودها بنسبة قليلة طبيعي مع الشعر. جربي أكثر من طريقة للتصفيف لين تلاقي الأنسب بالنسبة لإلك. المايونيز فيه بروتين كتير وفيه مشكلتين. الأولى أنه حجم جزيئاته كبير وصعب الشعر يمتصها بسهولة، فإذا بدك تستخدم المايونيز لازم تخليه فترة منيحة على شعرك، أقل شي نصف ساعة. الشغلة الثانية، ممكن يصير معك زيادة في البروتين، وهذا الشيء بيعني أنه البروتين في شعرك زاد عن الترطيب أو زاد عن الحد الطبيعي، فرح يصير معك نفشة وجفاف. فممكن أول مرة أو مرتين تستفيدي عليه إذا شعرك بحاجة لدفعة بروتين كبيرة، بس إذا استخدمتيه زيادة عن اللزوم رح تتعبي من زيادة البروتين في شعرك ورح يصير معك نفشة وجفاف. أول نصيحة بعطيها لأي شخص بيعاني من التساقط هو أنه لازم يعمل تحاليل للفيتامينات وللحديد، وكمان النفسية بتأثر كتير على تساقط الشعر. كيف أعمل حمام زيت للفروة على الشعر الكيرلي؟ في أنواع من حمامات الزيت مكتوب عليها أنها بتنفع للفروة وبنقدر نستخدمها للترطيب، بس إذا فروة شعرك جافة كتير اعتمدي روتين الشامبو المنقي مع منتجات الكووش. الجذور بتكون بحاجة للترطيب، استخدمي الكووش لترطيب الفروة، وكمان لا تخافي من الليف إن، عادي لو حطيتيه قريب من الفروة، المهم ما يجي على الفروة بشكل مباشر. الشعر الويفي بحب المنتجات الخفيفة عشان لفته مو قوية، إذا استخدمنا له منتج قوامه تقيل رح يدهن الشعر وكمان ما رح يعطيه فوليوم أو ملمس حلو. جيبي منتجات بقوام خفيف. الستايلينج للشعر الويفي سهل وسريع، بس مشطيه لتوزعي الليف إن، شوية سكرنش مع موس رح يكون شعرك مرتب والفوليوم حلو. كم مرة في الأسبوع لازم أحط الماسك؟ إحنا كمان منحبك كتير إلينا، مرة أو مرتين في الأسبوع كفاية على حسب حاجة الشعر. ممكن في بداية عنايتك تستخدمي الماسكات مرتين في الأسبوع، بعدين تكتفي بمرة أسبوعيا. لا أبدا، بالعكس، خدي من كل براند الشيء المناسب لإلك، حتى لو بنفس الشاور استخدمتي أكتر من براند ما بيأثر. المهم تكوني عارفة مكونات المنتجات ولشو عم تستخدمي كل منتج، وأنا مع التغيير كل فترة لين ما نلاقي المنتجات المناسبة لإلنا. الشعر المحروق مشكلته صعبة، بس ممكن يتحسن مع الحنة أو منتجات البروتين إذا كان الشعر يعني لسه بداية التلف. أما إذا كان محروق ومتيبس الأفضل تقصيه وتركزي بعنايتك على باقي الشعر. 6 شهور لسه كتير صغيرة، إذا شعرها جدا جاف ممكن تستخدمي بلسم مخصص للأطفال بكميات قليلة لتخفيف الجفاف، وبعد السنة بتجيبي ليف إن مخصص للأطفال. ما برطب بشكل يومي، بس إذا احتجت في طريقتين. الأولى بخاخ المي مع الليف إن، أو بستخدم الليف إن لحاله على شعر جاف مباشرة بكمية قليلة عشان أتخلص من البيبي هير. بالنسبة لقص الأطراف بقص عند الحاجة بس، تقريبا يمكن 2 أو 3 في السنة. امدحيها دائما، وعادي لو ما اقتنعت أو تقبلت الحين، شوي شوي بتتغير، المهم علميها كيف تعتني فيه وامدحيها. لازم تبصوا شعركم إنه هو الأول.
بالتجربة، ودائما ابدأ بكميات قليلة نسبيا لين تلاقي النتيجة المرضية. وكل ما كان الشعر أطول وأكثف رح يحتاج كميات أكتر. بالنسبة إلنا تقريبا هاي الكمية اللي بحتاجها لشعر ألما من الليف إن والجل، وهاي الكمية لشعر أسيل. تحتفظي بأكبر قدر من المي داخل الشعر، لا تستخدمي منشفة خشنة بعد الاستحمام عشان ما تمتص كل المي، سوي الستايلينج على طول بعد الاستحمام. أكيد واجهت صعوبة في البداية، بعدين مع التجربة بدأت أفهم الفرق. لما بدأت العناية مع البنات كان عمر أسيل سنة وألما كان عمرها 3 سنوات، والاختلاف اللي كان بينهم ساعدني كتير أفهم الفروقات، وشوي شوي الموضوع صار أسهل وصار روتين أسبوعي متعودين عليه. أهلا بكل اللي عم بتابعونا من جديد، أنا يسرى وبناتي ألما وأسيل بعمر 8 و6 سنوات. بنحب نشارك معاكم التسريحات والروتين العناية بشعر البنات علشان نشجعكم تبرزوا جمال شعركم الطبيعي. بتمنى تحبوا الأكاونتات تبعتنا على الإنستغرام وعلى التيك توك وهون على اليوتيوب، وأحنا بنحبكم كلكم كتير. شكرا على تعليقاتكم الحلوة، وبتمنى أنكم استفدتوا من الفيديو. اكتبوا لي شو رأيكم فيه على الكومنت، وإذا عندكم أي اقتراحات بحب أسمعها. باي. ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. باي.